السيريس والدايره اللي اتغير؟ ايه الفرق بينهم؟ خلينا نشرحها لي عشان دي هي اللي هتفيدنا في الديزاين. بالاثنين بالاثنين انواع توصيل الالوان هي انواع توصيل البصريات. يا ريت تسيبها معاك. في عندي سيريس اللي هي توالي وبارل توالي. تعال نفهم الفيزيكال مينينج بتاعها عشان نبقى فاهمين. يعني مش معقول واحد جاب امتياز يا جدعان في السيركت يعني مطحون توالي وتوازي، ولما اجي في الموقع اقول له وصل لي كشافين ما يعرفش يقول لك الكشاف ده وصل توالي ولا توازي. لما اقول له وصل لي ثلاث اربع بطاريات ببعض يقول لك هم توالي ولا توازي، وانا هوصلهم بناء على ايه؟ يبقى بص احنا هنا في العملي بنشتغل عكس، يعني في الدراسه بنشرح حاجات ونحل عليها مسائل. في الشغل في مسائل عايزين نستفيد منها بالبيز بس بتاع الدراسه. ايه الهدف من التوالي؟ يعني انت ليه بتوصل بطاريات على التوالي؟ او ليه بتوصل الواح على التوالي؟ انا مش عايز تيار واحد، انا عايز بوصل اي حاجه على التوالي عشان عايز ازود الجهد. تاني عايز اوصل اي حاجه على التوالي عشان ازود الجهد. لو كان سورس يبقى هو هيزيد الجهد، لو كان لود بيزيد عليه فرق الجهد. يعني انت لو كان مقاومات يبقى المقاومه دي واخده مثلا هتاكل من السورس فولت مثلا 5 ودي هتاكل 7، يبقى اجمع الاثنين تبقى 12. ولو كان هو سورس بطاريه يبقى هو هيدي. يبقى انا ايه اللي هيخليني اضطر ان انا اوصل بطاريات على التوالي؟ اهو حبيبي برافو عليك. انا هنا ببص الاقي في توتال، دي عباره عن في واحد وهنا في اثنين، يبقى البي توتال تساوي بي 1 بلس بي 2. دي بتطلع تيار صح؟ دي بتطلع تيار وهما الاثنين واصلين على التوالي، يبقى اللي هيمر فيهم نفس التيار. يبقى انا ليه بلجا لحالات التوالي؟ كده كده التوالي هيبقى واحد بس مش هيفرق معايا. بلجا لحالات التوالي لزياده فرق الجهد سواء كان المتولد او المستهلك. يا ريت تكتبها دي. ايه الهدف من التوالي؟ ان انا عايز ازود فرق الجهد. طيب التيار هيبقى ايه هنا؟ الاي توتال بتساوي الاي واحد بتساوي الاي تو، يبقى نفس التيار. ولذلك كنا زمان لما بنشرحها في الكليه يقول لك ايه في حالات التوالي؟ التيار واحد والجهد يتجذب. تيار واحد نفس التيار والجهد يتجذب. حد التوالي التيار واحد والجهد يتجذب. طب انا في ابلكيشن محتاج تيار كبير. يعني في بعض التطبيقات عايز مثلا زي 20 امبير وانا عندي 10 امبير، اعمل ايه؟ ممكن اوصل توازي. لان في حاله التوازي انا مش هغير في الجهد. لو انا عندي بطاريتين توازي الجهد مش هيتغير. لو انا بصيت من هنا جبت افوميتر حطيت النقطتين دول هلاقي الجهد زي ب 12، هنا ب 12، هنا ب 12، يبقى هنا البي توتال ده البي 1 ده البي 2، يبقى البي توتال بتساوي البي 1 بتساوي البي 2. اما لو ده مصدر تمام دي بتطلع تيار اي 2 هيمشي كده برضه اي 2 هيجي عند النقطه دي يتجمع تيار من تحت اسمه اي 1 هيبقى التوتال اللي طالع اسمه اي توتال. الاي توتال جمع الاثنين اي 1 بلس اي 2. يبقى انا فهمت ايه الهدف من التوالي والتوازي. بص من الاخر من الاخر عشان نبقى متفقين مع بعض، انت في مرات عايز تزود الجهد وفي مرات عايز تزود التيار. ايه رغباتك الاكثر في الحياه العمليه؟ في اي حاجه مش شرط في الطاقه الشمسيه، رغباتك في الحياه العمليه تزود تيار ولا تزود جهد؟ رغبتك الطبيعيه الفطره بتاعت اي انسان ان هو يحاول بقدر الامكان ما يزودش التيار. ليه؟ لان اي دايره هتزود فيها التيار عايز كروس سكشن اريا كبيرة وعايز ديفايس يستحمل تيار عالي وبيسخن ومش عارف ايه، فاحنا من احد مشاكلنا ان احنا نزود مين؟ تيار. يبقى احنا بقدر الامكان بقدر الامكان مش عايزين في السولار سيل
نعمل حاجات توازي بقدر الامكان هنضطر نعمل، وبالتالي هيبقى الكونستراكشن بتاعنا لما اجي اوصل مجموعه من الالواح او مجموعه من الخلايا على نفس اللوح يفضل، ولذلك احنا هنشوف اللوح ده هتلاقيه مثلا ست صفوف، هتلاقي ثلاث صفوف واصلين توالي وثلاث صفوف توالي، وفي الاخر مجمع التوالي مع التوالي ده عامل توازي مثلا. فاهمني؟ هنحكي القصه دي. انا بقدر الامكان مش عايز اوصل حاجات توازي، لان كده كده التوازي هيديني نفس الجهد، بس مشكلته فين؟ ان التيار هيزيد. انا مشكلتي الكبرى يا شباب في التيار، لان التيار لما بيزيد عايز تمسح نقطه اكبر وبتسخن وهكذا. خلاص في مشكله لحد دلوقتي؟ انا هضطر دلوقتي في الديزاين هعمل ايه؟ هعمل ميكس بين الاثنين. مش انت لما بيجي لك دايره سيركت بتبقى شويه توالي وشويه توازي؟ هو ده اللي احنا هنعمله. طب لما انت تيجي تركب مجموعه خلايا شمسيه على التوالي وعلى التوازي، ايه القانون اللي بيقول لك لحد هنا وستوب في حاله التوالي؟ هتقول لي يا بقى هوصل خليه بخليه 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 بخليه، هوصل 200 خليه ورا بعض، هوصل لوح بلوح بلوح بلوح، مين اللي بيحكمك في الاخير؟ الرقم ده الماكسيموم سيستم فولتج، يا ريت تعمل هايلايت عليه من دلوقتي، اللي بيحكمني اقصى جهد للنظام. يعني انت لو هتوصل بطاريات الجهد بتاع البطاريه الواحده 12 وهو كاتب لك اقصى جهد كام؟ 600. يبقى عشان توصل لاقصى عدد يمكن توصيله هنا كام؟ اقسم 600 على 12، اعتبرها على 10 يا عم. 600 على 10 اخرك توصل 60 بطاريه او 60 لوح من الحاجه دي على التوالي. يبقى الليمت ده معمول ليه؟ عشان يحدد لي اقصى عدد من الالواح اللي من النوع ده تتوصل على مين؟ على التوالي. ممتاز. يبقى الماكسيموم سيستم فولتج ده رقم بيبقى مكتوب على اي لوح لتحديد اقصى عدد من الالواح يتم توصيلها على التوالي في السيستم كله. تمام؟ في السيستم كله اقصى جهد يمكن الوصول اليه اللي هو ده. خلاص؟ اللي هو 600 او 700 حسب الرقم اللي مكتوب على اللوحه. خلاص؟ في حد مش فاهم اي حاجه من البارامترز دي؟ هو كده يا دكتور كده المفروض الماكسيمم نقسم 600 على 35 عشان نشوف عدد الالواح؟ بالظبط. صح. هنا الجهد بتاعي اقصى جهد اللي هو 35 مثلا. بقسم 600 على 35 بعرف عدد الالواح اللي هي ممكن تتوصل على القصه بتاعتي. تمام؟ ولا اقسم على 44؟ لا 35. ايه رايك؟ وليه ما اقسمش على 44؟ هو سيفتي 44. ما راح يوصل. طب لا هو ال 44 اكبر صح؟ لما بقسم على رقم اكبر بيطلع عدد الالواح اقل. اه فصفت 44. فانت لو انت قسمت برضه على ده هيبقى نور صفر. تمام؟ نور صفر. يعني زي ما اقول لك معلومه. انت اخرك في السياره اخرها سي 240 سرعه. انت كل ما تبقى اقل من 200 يبقى احسن. ما انت ما وصلتش الموتور للفول لود. فاهمني؟ هنشوف الحسابات. انا المهم عندي في المحاضره دي تعرفت الباور، عرفت الطاقه، خدنا الفرق بين بطاريات السيارات وبطاريات الطاقة الشمسية، عرفنا الـ SOC والـ DOD، دخلنا في الألواح عرفنا إن هي عبارة عن دايود، دخلنا في البارامترز اللي هي موجودة على أي لوح واحفظناهم تماما إن اللوح ده يقدر يديني قدرة معينة اللي هي بنسميها ماكسيمم بار الـ BMB. لو اللوح اتحط في الظروف القياسية اللي هي بتبقى ثلاث حاجات، الريدينس أو الإشعاع 1000 واط على المتر المربع، والإير ماس 1.5، والسيلت بريتشر 25 درجه. لو اتحققت الشروط دي ينفع برضه، حتى لو اتحققت ممكن ما اوصلش للريت ده. هو بيقول لك اقصى قدره يمكن توليد، يعني انت عندك سياره اخرها كذا بس انت ما بتمشيش على الفول لود، اقصى قدره يمكن توليدها في حاله الاس تي سي او الستاندرد تيست كونديشن هي 170. في عندي جهدين وتيارين، اقصى جهد اسمه في اوبن سيركت واقصى تيار اسمه اي شورت سيركت. في عندي جهدين وتيارين بيتحددوا من على الكيرف اللي اسمه اي في كيرف، ديبند على اللحظه اللي بيتم فيها توليد الباور. بعمل تراكنج او تتبع لاقصى باور يمكن توليدها في اللحظه دي، بلاقي ان انا في عندي حاجه بنسميها في ام بي، وفي عندي تيار اسمه اي ام بي، ده بيتغير لحظيا. المهم ان حصل ضرب الاثنين في كل لحظه بيديني اعلى باور. الهدف بتاعي ان انا اعمل تراكنج لاعلى باور في كل لحظه،
وبالتالي هو بيكتب لي بارامترز او تو بارامترز، واحد خاص بالفولتج اللي احنا بنسميه في ام بي، وبيكتب لي بارامتر خاص بالتيار اللي هو الاي ام بي. انت كده عرفت تقريبا يعني معظم الداتا اللي مكتوبه على اللوح. في حته عايز اقولها بس قبل ما تسال مرسله، في ستاندرد تاني بستخدمه، في ستاندرد تاني بستخدمه في قياس كفاءه الالواح الشمسيه بيسموه الان او سي تي. انا عامل فيديو على النت اسمه ايه الفرق بين الاس تي سي والان او سي تي. ال NOCT بيسموها النومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر، النومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر. سيبك من السي سي والكلام ده، احنا بنشتغل يا اس تي سي اللي هي عند 25 و1000 والاير ماس بكام؟ ب 1.5. ال NOCT خلي بالك بيبقى الريديانس عند 800، وده اكثر واقعيه في اي الريديانس بقيسه من ال1000. يعني الناس لما بدات تقول والله الالواح في اماكن مختلفه على مستوى العالم، لما باجي اشوف الاشعاع الشمسي اللي بيطلع ليهو اقرب لل 800 مش لل 1000، ولا عارفين هو بيختلف لحظيا برضه. بعد كده ليه الاير ماس برضه بتساوي 1.5، ولقيت ال ان او سي تي سرعه الرياح، لان من احد الحاجات اللي هنصمم عليها الشاسيه اللي بيركب عليه اللوح سرعه الرياح في المكان. لو ممكن راح اثبت الالواح وفجاه تيجي رياح شديده تشيل لي كل المحطه. سرعه الرياح هنا 1 متر على الثانيه، والامبيانت تمبريتشر اللي هي درجه هناك كان كاتب لك ايه؟ السيل تمبريتشر. ال NOCT بتتم عند درجه حراره، الاختبار نفسه بيتم عند درجه حراره تمام من 40 ل 45، وهو ده الاكثر طبيعه في حاله اختباراتنا احنا هنا في الدول الحاره. يعني انت اللي هناك اللي متقاس عند 25 ما فيش هنا 25 تقريبا يعني. اما ده بيتقاس عند درجه حراره للسيل، للخلية الواحدة اللي في اللوح، بتتم عند 40 درجة. أما درجة الحرارة المحيطة بالسيستم اللي هو اللي بيحيط بالاختبار، يعني أنا دلوقتي هعمل جايب حاجة سخنة هنا وبختبرها، بس أنا أصلا موجود في تكييف. فهناك كان السيل تمبريتشر، أما دي مين؟ واضحة وصريحة الأمبيانت تمبريتشر. يعني أنا بقيس في درجة حرارة غرفة 20، بس السيل ده نفسه بقيسها عند درجة حرارة كام؟ 40. لما تيجي تروح على الداتا شيت بتاعي، الداتا شيت الخاصه باي شركه بتصنع الالواح الشمسيه، وهتشوف الشركات بالتفصيل، هتلاقي فيه اختبارين. واحد عملوه تحت الاس تي سي الستاندرد تيست كونديشن، وواحد تاني اتعمل تحت الان او سي تي اللي احنا بنسميها نومينال. نومينال يعني طبيعيه او افتراضي. نومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر، نومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر ده اختبار بيتم على